بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ازاي هجدد بلوزة مرمية عندي بقالها 3 سنين من ساعة ما جبتها واتقطعت بعد اول لبسة. هي ما اتقطعتش مني كده اتشبكت في حاجة، لا هو انا كنت عند ناس وقلت تطوعت واخد اغسل المواعين، فيظهر الصابون كان مركز عندهم زيادة فجاء على هدومي وبوش الجزء ده، رغم ان القماش كله ما هواش بايش، القماش حلو وبقاله 3 سنين البلوزة ما تكون معايا، القماش مش بايش ولا حاجة، بس هو يظهر تركيز الصابون السائل كان يدوي وهو اللي عمل كده في البلوزة. وانا بصراحة ما كنتش قادرة ارميها لان انا حباها، كنت جايباها وكانت عجباني اوي من المول اللي جبتها منه، وطبعا ما ينفعش اوزعها الصدقات ولا حاجة وهي مقطوعة، ففضلت محتفظة بيها. طلعتها السنة دي مع الهدوم الصيفي بس قلت لازم اشوف لها حل لان بصراحة نفسي البسها. فانتوا زي ما انتوا شايفين القطعه كده في وش البلوزه على طول، يعني البلوزه اهي هي في ناحيه البطن كده، ما ينفعش تلبس خالص زي ما انتوا شايفين القطعه عامله ازاي. فانا فكرت اعملها ازاي، هي البلوزه طويله فوق الركبه بشويه، مريحه في اللبس واسعه، فانا قلت ايه اعمل ايه، هفك الجناب لحد تحت الباط، الجنبين هفك الخياطات بتاعتهم لحد تحت الباط، وبعدين اجي من هنا من ناحية القطعة زي ما انتوا شايفين هروح تانية البلوزة، يعني مثلا القطعة واخدة الرسمة دي مع الرسمة دي، بعد كده من هنا سليم وهنا سليم. طب انا قلت ليه ما اعملش كده واروح تانية البلوزة كده كده واخدها غرزة من الاول للاخر، بس مش هاخدها في البلوزه داير ما يدور عشان ما تبقاش قصيره من ورا، انا هفكها من الجناب واعمل التقصيره دي من قدام بس، واخلي البلوزه زي ما هي طويله من ورا. وطبعا احنا عارفين ان في بلوزات بتبقى طويله من ورا وقصيره من قدام، لو هتبقى قصيره من قدام قوي ممكن اكمل لها الطول بتاعها بصف كروشيه، مربعات كروشيه، ولو لقيت طولها مناسب هخليها تبقى قصيرة من قدام وطويلة من ورا زي ما بلوزات كتير بالطريقة دي. فاحنا الاول هنعملها وبعدين لما نلبس البلوزة ونشوف هيبقى طولها عامل ازاي. انا دلوقتي شرحت لكم الفكرة، هفك الجنبين وارجع اقول لكم انا هعمل ايه بالظبط. خلاص انا كده فكيت البلوزة من الجنبين زي ما انتم شايفين اهو، حتى ما وصلتش الفتحات لحد تحت الباط، لقيت ان هنا كويس لحد ما احنا هنشتغل زي ما انتم شايفين كده اهو، الجزء الوراني ده ما احناش محتاجينه، احنا عايزين نشتغل في الجزء الامامي زي ما احنا شايفين، ادي القطعات اهي وهما في الجزئين دول، فاحنا شايفين هنا الالوان كلها متداخلة ببعضها ودي هتديني مساحة كويسة ان انا اقدر اشتغل فيها. بمعنى ايه، مثلا ادي القطعات هنا، احنا هنبتدي ناخد الخياطة من اول الحرف ده، مفيش حاجة من بعديه مقطوعة، هي القطعة من تحتيها ومن تحتيها بشوية حوالي سنتي كمان، فاحنا هناخد الحرف ده كده، هنروح هنشوف بقى اخر القطعة هنا، فاحنا ممكن نيجي من اول نيجي نعملها كده او عند الحرف ده، المهم يبقى يكون الشغل دقيق ومتساوي عشان ما يبانش ان احنا مخيطين. هنا ممكن من هنا كده، بس انا شايفة ان هي من هنا احسن ان انا اخلي جزء من الرسمة دي باينة، فانا هعملها كده. فانا هعمل ايه دلوقتي، انا هاجي عند الجزء ده اللي هو من عند الحرف ده، هروح اكوي اتنيه واكوي، يعني كأني بعمل كسرة من اول الفتحة من اول الامام لحد الاخر، هروح اكويها كده اهو عشان ساعة لما اجي اخيطها بالجزء ده يبقى اخيط على الكسرة اللي انا عاملاها بالمكوة، ما يبقاش فيه اي غلط ولا اي حاجة خالص تديني حق لما حد يشوفها ان دي متخيطة او مترقعة. يعني هوريكم هكويها ووريكم هنعملها ازاي.
ده شكلها بعد ما كويناها زي ما احنا شايفين. المكان الخياط عملناه كسره عشان يبقى سهل علينا نخيط، فاحنا هنعمل الخياطه على الفوق المربعات اللي فوق الخط الازرق عشان يبقوا الاتنين متشابهين، هيبقوا فوق وتحت زي بعض زي ما احنا شايفين، يبقى عامل زي الكنار. هنروح مخيطين خياطه دقيقه كده من فوقيها، والخياطه دي ان شاء الله انا هعملها على ايدي مش هعملها على المكنه عشان اعملها خياطه مخفيه ما تبقاش باينه، لانها بالمكنه هتبان الخياطه. خلصت الخياطه. طب اتحداكم بقى اذا كنتوا تعرفوا مكان الخياطه فين. شفتوا مش باين اي حاجه ولا كاننا عملنا فيها حاجه. الخياطه اهي، انا عملتها خياطه يدوي عشان اعملها غرزه مخفيه، لان مخيط المكنه هتبقى باينه زي ما انتوا شايفين. هو ده الخط اللي احنا عملناه ودارينا بيه القطعه. اهو هوريكم اهو، دي حته القماشه الزياده اللي هي كانت مقطوعه زي ما احنا شايفين اهي. شايفين كل ده دارينا. دلوقتي احنا هنبقى هنقصها، واللي عنده بقى مكنة سرفلة او يسرفلها على ايديه او يوديها لحد يعملها اهو كده يسرفلها، نعملها اوفرلوك عشان ما تنسيتش. واجي كده البلوزة خلصناها من قدام، ناقص الفتحات اللي في الجنب، هنروح قافلينها طبعا مع الاعتبار بقى ان اللي قدام اسر زي ما احنا شايفين. هيبقى ده الفرق بين اللي قدام وبين ورا كده. وطبعا احنا عارفين ان في بلوزات كتير جدا بتتباع بره اصلا بالطريقه دي، يعني احنا ما اخترعناش حاجه جديده. فانا هخيطها، هرجع الخياطه زي ما كانت، وهسيب هنا قد 3 سنتي او 5 سنتي المفتوحه، مش هخيطها زي ما كانت البلوزه في الاساس معموله. وبعدين هلبسها لكم المانيكان ونشوفها عامله ازاي. زي ما احنا شايفين البلوزة رجعت كأنها جديدة معروضة في محل على مانيكان، جميلة جدا مش باين اي حاجة. مش شايفين حاجة؟ انا عن نفسي مش شايفة اي تغيير في البلوزة، ولا حتى كأن كان فيها قطع وتشال ولا في خيط ولا اي حاجة. الالوان متناسقة والشكل متناسق، مفيش اي حاجة غريبة خالص. ده السبب لما احنا عملنا هنا، لما سيبنا هنا الجزء ده زي الجزء ده ما ديناش اي اختلاف خالص. ورجعت البلوزة جديدة وان شاء الله نلبسها. بصوا ما فيش اي حاجة خالص في الجنابة، مش اي حاجة. ايه رأيكم؟ وما اخدتش وقت خالص، يعني هما شغل كام ساعة بس كده في يوم وخلص الموضوع، ورجعت بلوزة جديدة من اول وجديد تاني. ان شاء الله تعجبكم. واي حد عنده حاجة فيها اي قطعة، فيها حاجة بايظة، يعني ما هو كده كده مش هينفع يتبرع بيها، فيفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما يرميها ويدور لها على حل، وان شاء الله يبقى موجود. واذا كان في حاجة بيحبها يقدر يحتفظ بيها، يجددها ويحتفظ بيها ويلبسها من اول وجديد تاني. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة شرفني واشترك فيها، ان شاء الله تجد كل جديد يعني.